اهلا بيك كابتن سيف، واهلا بكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. مباراه دراماتيكيه، مباراه قويه جدا ومفاجاه، فوز لوادي دجله على المقصه في الفيوم. معايا كابتن احمد حسام ميدو، مدير الفني لنادي وادي دجله. ميدو وبارك لك، 3 نقاط مهمين جدا طلعوك من مركز لمراكز كتيره جدا. الثلاث دلوقتي بقت زي بتروجيت 34 نقطه، طبعا في انتظار بقيه المباريات الاسبوع. كنت محتاج الفوز ده، اشتغلت مع لعيبتك ازاي بعد خساره الجيش؟ في التزام تكتيكي عالمي النهارده في الملعب، قفلت نص ملعبك كويس جدا وكمان قربت مساحات بين الدفاع وبين الهجوم. ايه اهم النقاط اللي انت اشتغلت عليها بعد الخساره انت تقدر تكسب فرقه تاني الدوري النهارده ميدو؟ يعني طبعا بقول هارد لك الاول لكابتن ايهاب وفرقه المقصه. الحقيقه كابتن ايهاب عمل فرقه عظيمه يعني ومجهود كبير جدا، وخدت منه اكيد وقت كتير جدا عشان يقدر يوصل للمستوى ده. احنا النهارده كنا واقعيين جدا، لعبنا في ثلاثه في قلب الدفاع بخط دفاع متقدم عشان نقفل المساحات على الـ على الـ على المقصه، وكنا سايبين لهم البوزيشن. ومش معنى ان احنا سايبين لهم البوزيشن ان احنا بنلعب على التعادل، احنا سايبين لهم البوزيشن عشان في اوقات معانا نقدر ان احنا نحرز فيها اهداف، وده نفذناه في الدور الاول في خمس مباريات، وشفنا ان احنا لازم نرجع للاسلوب ده مره تانية خاصه في هذه المباراه. الحمد لله يعني ربنا كرمنا بالهدف بتاع ابراهيم في التوقيت اللي انا قلت للعيبه بين الشوطين ان احنا هنجيب جون الشوط الثاني، ان احنا بتركيزنا والتزامنا هنجيب جون الشوط الثاني. تالت مباراه على التوالي يتحسب علينا ضربات جزاء، لكن مش هتكلم على التحكيم. بشكر اللعيبه، اللعيبه كانت رجاله، نفذت اللي انا طالبه منها. شويه اخطاء بسيطه لان اللعب الثلاثه على خط واحد في فلات محتاجه وقت ومحتاجه وقت اكبر للتحفيز، لكن هنشتغل عليها الفتره اللي جايه. احنا تعرضنا لظرف صعب جدا في اصابه مرعي في اول دقيقه، لكن الحمد لله عش البديل كان جاهز وكان راجل وادى وادى بشكل جيد. انت بتقول ان فوز وادي دجله على المقصه مفاجاه، وانا بختلف معاك، لان وادي دجله رغم الظروف الصعبه جدا ورغم الغيابات، ان فرقه تخسر 3 لعيبه زي رجب نبيل وديارة وابراهيم عبد الخالق في الترانسفير ماركت وما نعرفش نعوضهم، ويبقى الالتزام التكتيكي بتاع لعبتنا بالشكل ده. قلت حته الالتزام التكتيكي في الاول. لا انا مش قصدي، انا قصدي ان وادي دجله لولا سوء الحظ في 4 مباريات احنا كان زماننا دلوقتي عندنا 47 نقطه، كان زماننا احنا دلوقتي 34 نقطه، كان زماننا عندنا 46 نقطه. مباراة النصر التعدين ومباريات كتيرة جدا في اخر دقيقة اتغلبنا من اخطاء. ميدو كان اهم او نقاط القوة عندك النهاردة ان انت رجعت قفلت بطرفين عشان تقدر تحد من قوة المقصة اللي هي بيشتغلوا اصلا، او كابتن ايهاب جلال بيشتغل من على الطرفين كويس جدا. يعني بص، المقصة بيشتغلوا من على الطرفين وبيشتغلوا من قلب الملعب. احنا كنا قافلين قلب الملعب كويس جدا، كان عندنا مشكلة كبيرة جدا الشوط الاول ان الكرة لما كانت لعب في قلب الملعب ما بين هلال وديفيد، انا كنت مدي تعليمات لمرعي والعش بعديها ان هو لازم يطلع يقابل والسردباكين يضم وراه، وده احنا ما عملناهوش وسبب لنا مشكله كبيره جدا خاصه في اخر 10 دقائق في الشوط الاول. عدلنا الكلام ده بين الشوطين. كان عندنا مشكله كبيره جدا في ظهر سيد سالم في اخر 10 دقائق في الشوط الاول، عدلناها بان احنا ردينا ابراهيم انداي سنه وقلنا لسيد متولي ان هو يروح يضغط ضغط عالي على فوافي حتى لو هياخد ريسك ان هو يترقص، بس احنا مغطيين ظهره بشكل كويس. يعني المشاكل اللي كانت عندنا الشوط الاول الحمد لله عالجناها بشكل جيد. بشكر اللعيبه وبالاخص عصام الحضري اللي بيثبت كل يوم ان هو بطل، وفعلا بطل لن يعوض. بشوف بعض الناس بتطلع تقول ان فلان هو الحارس الاول في مصر وفلان هو الحارس الاول في مصر لصالح بعض الانديه، ولكن عصام الحضري هو الحارس الاول في مصر. ولما مصر بتحتاج حارس شجاع صاحب خبرات كبيره حتى هو عنده 44 سنه، بيبقى عصام الحضري هو اللي موجود. في حراس مرمى تانية امكانياتها كبيره جدا، ولكن في الماتشات الكبيره ما بتظهرش بنفس شخصيه عصام الحضري. اشكرك. شكرا. كابتن سيف، ده كان لقائي مع المدير الفني لكابتن احمد حسام ميدو، ودلوقتي طبعا عوده ليك كابتن سيف في الاستوديو، اتفضل كابتن سيف. شكرا جزيلا للزميل احمد فاروق جعفر. انفراد